مين هو محمد رمضان؟ انا بصراحة لما طلبت اشوف صورته قال بقى الست حيات قال عرفهم لي كلهم بقى. قلت له يا ست حيات وريني صورة اسمه ايه ده؟ رمضان قريب شعبان وشوال ده ولا اسمه ايه؟ فقامت ورتني الصورة. قلت لها يا بنتي لا دي مش صورته. تقول لي والله صورته. قلت لها والله ما هي صورته. تقول لي والله صورته. ليه يا دكتور مش مصدقني؟ قلت لها انا شفت حد شبهه اكتر من مره موجود في اللوحه بتاع المركز عندنا في طلخه، وشفته في مركز تلا وفي مركز بلبيس، المراكز اللي ببقى اروحها كده، محطوط في اللوحه بتاع المسجلين خطر، ناس شكله كده. قالت لي لا والله ده محمد رمضان. طب ما انا عندي العيال في البلد شبهه، عندي شويه عيال كده في بلدني والله شبهه كانهم اخوات، انا هجيبهم واجي مصر يبقوا ممثلين سين. والتوالى سمعني يا اللي عندنا في البلد، انا انتوا السبع عيال عارفكم وانتوا كلكم شبه اسمه ايه ده. تقولي بكره يا اللي. لا خليها يوم الجمعة بعد الصلاة. تقولوا لي هنا الجمعة بعد الصلاة عشان اخوكوا وديكوا لبتوع السيمة هتبقوا نجوم يا الله، وهيبقى الفلوس قد كده بس.